مكون التوظيف ومعلومات سوق العمل. برنامج وايز التدريبي مش بيقف عند حدود الفصل ولا المدرسة، لكن بيعديك فوق الفجوة اللي بين النظري والعملي، وبيمثل جسر حقيقي يوصلك لشغلك وتحقيق حلمك. ومع نهاية فترة التدريب، برنامج وايز بيرشحك وبيوصي بتعيينك علشان قصة نجاحك تستمر. احنا ابتدينا المشروع وايز في اوائل 2017 لما تعرفنا على شركاء النجاح وايز، قدرنا من خلالها نتواصل مع المدارس اللي بتطلع سيدات او رجال يعملون في الملابس الجاهزه. هو التدريب عموما بيبتدي فترات توعيه للطلاب، ان انا اوعي الطالب ان اهميه التدريب، وان المدرسه مش كل الامكانيات ان هو تقدر توفرها له. اقول له ان التدريب اللي بياخده في شهر في المدرسه بياخده في يوم بره في سوق العمل او في الفندق اللي بتدرب فيه. لما اشتغلنا في الوحده بدا في رعايه، في تنظيم، في ضوابط للتوظيف نفسها، في أجر بيحصل عليه الولد كأنه متعين فعلا. ورحنا قعدنا في مدرسة السلام طبعا، وكلمته حكيت له على الحاجات اللي أنا بحبها، حاجات اللي أنا أفهمها، فوراني كذا مجال، فأنا اخترت مجال معين. الميزة اللي فيهم إنهم عندهم خلفية عن العمل الفندقي، يعني مثلا واحد جاي يتدرب في المطعم فعنده خلفية عن الأدوات اللي بيستخدمها في المطعم، الصالة، تقديم المشروبات، المأكولات. قبل مشروع وايز أنا ما كنتش أفقه في أي شيء، يعني في تبع المطبخ ما كنتش أعرف أي حاجة، كنت لسه تدريب، لسه داخل المطبخ، لسه بتعلم مسكة السكينة. فطبعاً إحنا بنتهزها فرصة إن إحنا في كل الأحوال محتاجين عمال. فطبعاً أول ما خلصوا الدراسة بتاعتهم عملنا معهم تواصل مباشر بالمساعدة مع وايز، وقدرنا نعين منهم الكثير منهم. دايماً الطلبة بتوعنا لو داخلين مدرسة أو داخلين كلية بيبصوا على فرص توظيف اللي جاي بعد كده. تخيلوا معايا لو إن الطالب داخل جوه مدرسة تعليم فني وعارف إن في ناس هتساعده عشان يلاقي وظيفة، تخيلوا معايا إزاي ده ممكن يكون تعليم جاذب لأولادنا، تخيلوا معايا إزاي ده ممكن يحسن صورة التعليم الفني في مصر. مكون التوظيف الحقيقة بدأ يعمل علاقات وروابط مع سوق العمل المحيط بيه، بدأ يمضي مذكرات تفاهم مع سوق العمل المحيط بيه. عندنا أكثر من 200 مذكرة تفاهم تم توقعها بالفعل ما بين مدارسنا وما بين شركات قطاع خاص، وبدأ إن هو يعمل حاجة من حاجتين. أول حاجة إن هو يلاقي فرصة بعد التخرج، فرصة عمل بعد التخرج للطالب، مش بس كده بدأ يفوض له على المرتب ويناقش ظروف العمل الخاصة بالطالب جوه المصنع أو الخريج. حاجة تانية بدأنا ندور على فرصة تدريب مهاري وهو طالب وهو في الثلاث سنين اللي هو بيدرسهم. الحقيقة عندنا أكتر من 6000 طالب أو خريج قدرنا إن احنا نوظفه في الفترة اللي فاتت حوالي سنة ونص. كمان عندنا أكتر من 6000 فرصة تدريب قدرنا نبعت فيها أولادنا وهم بيدرسوا يتدربوا جوه المصانع ويكتسبوا خبرة المصنع ويعرفوا يعني إيه مصنع. مهم جدا إن أنا أقول إن احنا مش بس بنوظف الخريجين ومنسيبهم على كده، لأ، احنا بنتابعهم. بنتابعهم لمدة على الأقل 3 شهور، بنحاول خلال الثلاث شهور دول، لأن دي الفترة شوية الحساسة اللي بيحصل فيها دوران عمالة سريع في المصانع. بالتالي هذه الوحدات ده دورها الأساسي برضو، إنها تقود الولاد دول لكي يصنعوا مستقبلهم بحرفية وبمهارة وبتدريب. إزاي يجهز نفسه هو بمهاراته، وإزاي يكتسب المهارات، أو إيه المهارات كمان اللي مطلوب يكتسبها عشان يجد فرصة عمل جيدة في سوق العمل.